وبالشهادة له بقولك وقلبك وفعلك. ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال صحابي جليل، كان سيد أهل اليمامة، كان سيد بني حنيفة، وكان مشركا معاندا، وقبض عليه أصحاب رسول الله وقيدوه وأتوا به إلى النبي في المدينة. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وما أجمل قول نبينا. الحديث: بعث رسول الله خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي، يعني عمود، فدخل النبي عليه وهو مقيد. ماذا عندك يا ثمامة؟ ده لازم يقتل، ده رجل معاند ومشرك ومحارب ومعارض، ويهجو رسول الله ويؤذيه وهو الآن بين يديه. لكنه صاحب الخلق وصاحب القلب الكبير الذي ما استجاشته أبدا دوافع الغلظة، ولا حركته أبدا دوافع القسوة والانتقام، بل هو صاحب القلب الكبير الذي اتسع لكل الأخطاء، بل لأخطاء من آذوه ولأخطاء من طردوه صلى الله عليه وآله وسلم. آه لو عرف الدنماركيون والغربيون محمدا صلى الله عليه وسلم، آه لو عرف الغرب أخلاق رسول الله. والتقصير ليس من هؤلاء بل منا نحن، لأننا لم نحول أخلاقه في حياتنا إلى واقع، ولم نبلغ هؤلاء القوم عن رسول الله، ولم نعرفهم من هو رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد: اقترب النبي من ثمامة وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني بلغتنا: زي الحال، ايه الأخبار، أنت بين يدي الآن، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. الله، ده بيهدد، ده ثمامة مأسور ومع ذلك بيهدد. تشايف اللغة واللهجة، بقول له إن تقتل تقتل ذا دم، لا مش فاهمين هذه يعني إيه. يعني بقول له: خلي بالك، إن قتلتني أوعى تفكر أنك هتقتل رجلا ملوش وزن ولا قيمة ولا كرامة، لا، ده أنت ستقتل رجلا إن قتلته ستطالب قبيلته بدمه، ولن تترك قبيلته دمه يضيع هدرا أبدا. إن تقتل تقتل ذا دم، ده كلام شديد. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أحسنت إلي أنا رجل أصيل لن أنسى لك هذا المعروف ما حييت، وإن كنت تريد مالا فسل، تعطى من المال ما شئت. عاوز أموال لفكاكي، أطلب اللي أنت عاوز. فتركه صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه. وبعدين اليوم الثاني دخل عليه الحبيب، معقول ثمامة في المسجد؟ ما أمرش النبي بإخراجه؟ لا، ده راجل مشرك، ده نجس، كيف يبقى في المسجد؟ لا، يجوز للمشرك أن يدخل المسجد إذا دخل للتعرف على الدين وعلى الإسلام، لأن النجاسة نجاسة معنوية على التحقيق من كلام علمائنا. إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة العقيدة. اللهم إلا إذا كان المشرك يحمل نجاسة حسية فهذا أمر يحكم عليه بالنجاسة لحاله أو لواقعه الذي هو فيه. أما المراد بقوله تعالى نجس في قوله إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا هي نجاسة الاعتقاد. وبقي ثمامة في المسجد النبوي 3 أيام. اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فقال صاحب الخلق العظيم وصاحب القلب الكبير المعلم والمربي: أطلقوا ثمامة، مش عاوزين منه لا مال ولا عاوزين جزاء ولا شكورة، أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فانطلق ثمامة بن أثال على أقرب حائط، يعني بستان، وعلى بئر ماء اغتسل. الله، ده تعلم وكان في المدرسة النبوية، اغتسل اغتسل، ثم أتى المسجد النبوي فوقف بين يدي الحبيب النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع ماذا قال:
قال والله يا رسول الله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الشاهد قال ثمامة وقد أخذتني خيلك يا رسول الله وأنا أريد العمرة فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يؤدي العمرة. قال الحافظ ابن حجر بشره بخيري الدنيا والآخرة أو بشره بقبول توبته أو بشره بالجنة، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى، بشره وأمره أن يتم العمرة. الشاهد أيها الأفاضل، لما دخل ثمامة إلى مكة رفع صوته بالتلبية، وكان ثمامة أول من جهر بالتلبية في مكة، أول من جهر بالتلبية في مكة، سبحان الله. فلما أخذوه وضربوه قال ثمامة انظر، وهذا هو الشاهد، ثمامة لم يسلم إلا من لحظات، إلا من أيام قليلة، ومع ذلك يشهد لهذا الدين شهادة عملية ويوظف طاقته ومكانته ووجاهته لخدمة هذا الدين، فيقول والله لا تصل إليكم بعد اليوم